بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل باقي ريفيجن على السايكاتريك كورس خاص بالجزء العملي. بالنسبه لمحاضره الاكتيفيتي ثيرابي هنعمل سامري على النقط المهمه اللي موجوده في المحاضره، كمان هندي اكزامبل لبعض الكويشن اللي ممكن تيجي على المحاضره. بالنسبه للديفينيشن اوف الاكتيفيتي ثيرابي، قلنا ان هو تريتمنت موداليتي ذات الاو البيشنت تو يوز اب زير اكزيست انرجي اند اكتيفيتي سواء كان فيزيكال او منتال ان بوزيتيف واي. معناها ايه؟ معناها ان هي طرق من الطرق العلاجيه بستخدم فيها ايه؟ قال لي بستخدم فيها الاكزيست انرجي او الاكتيفيتي الموجوده عند الشخص في طريقه ايجابيه. ازاي؟ سواء كانت الاكتيفيتي ديت فيزيكال او منتال. ادينا اكزامبل على الاكزيست في الفيزيكال اكتيفيتي زي مريض المانيا اللي هو اوفر اكتيف اللي حركته زايده، اكزيست في المنتال اكتيفيتي زي مريض السكيزوفرينيا الهالوسينيشن والديليشن عنده زايده، فبلاقي البيشنت بيكوبايد بالسيمتوم سرحان في الهالوسينيشن او مشغول بالديليوشن الموجوده عنده، فانا هوظفها بطريقه ايجابيه. ايه اللي هيعود بقى على البيشنت او الشخص اللي انا هعمل له اكتيفيتي ثيرابي؟ learn and practice social skill، هيتعلم مهارات اجتماعيه جديده، express their feeling and thoughts، هيقدر ان هو يعبر عن مشاعره وافكاره، وهيكون شخص more independent يعني يكون شخص اكثر اعتمادا على نفسه. قلنا ان مثال بسيط نوضح بيه الديفينيشن الخاص بالاكتيفيتي ثيرابي. ادينا مثال على مريض الاسكيزوفرينيا. مريض الاسكيزوفرينيا مثلا على سبيل المثال بريك وايت بالسيمتوم، هلاقيه مشغول عن منعزل عن الناس اللي حواليه، مشغول بالهالوسينيشن او الديليوشن، قاعد في جنب لوحده عمال يهلوس، نجلكت البيرسونال هايجين، ما بقاش يعمل الاكتيفيتي اوف ديلي ليفنج العاديه بتاعته. بالتالي انا مريض الاسكيزوفرينيا هنا عنده اكزيس في المنتال اكتيفيتي هو ان هو مشغول بالهالوسينيشن. طيب انا حاطط له اكتيفيتي عشان يبقى يعود على البيشنت منفعه منه، فبالتالي ابقى احط ليه مريض الاسكيزوفرينيا ده اكتيفيتي سواء كان اوكيبيشنال او ريكريشنال. لقيت ان البيشنت بدا يتعلمني سوشيال سكيل، بدا يعبر عن مشاعره وافكاره، بدا يكون شخص اكثر اعتمادا على نفسه، بدل ما كان قاعد في ركن لوحده مشغول بالهالوسينيشن، لا بدا ان هو يندمج مع البيشنت التانيين، بدا يعمل اي اكتيفيتي سواء كان اوكيبيشنال او ريكريشنال، بدا كمان ان هو يعتمد على نفسه في الاكتيفيتي اوف ديلي ليفنج، وبالتالي اصبح شخص مور اندبندنت. بالنسبة للفاكتور اللي المفروض ان انا اخدها في اعتباري اما اجي اختار الاكتيفيتي ثيرابي، اول حاجة البيشنت سايكاتريك ديزيز. زي ما قلنا قبل كده ان الاكتيفيتي الخاص بمريض الدبريشن بيختلف عن مريض المانيا، لان مريض المانيا الاكتيفيتي بتاعه بيكون هايبر اكتيف على عكس مريض الدبريشن بيكون هايبو اكتيف، فبالتالي الاكتيفيتي في الاثنين هيكون ليه كرايتيريا خاصة ومختلفة عن التاني. تاني حاجة الايدج الادلت shouldn't be given childish activity، معناها ان ما اديش اكتيفيتي للطفل تكون خاصة بحد ادلت، والعكس ما اديش ادلت اكتيفيتي تكون خاصة بالاطفال. السكس براعي في نقطة السكس ديت، لو ميل او فيميل ما اديش للفيميل اكتيفيتي خاصة بالميل، والعكس برضو ما اديش للميل اكتيفيتي تكون خاصة بالفيميل. اللايك والديسلايك برضو اخد في بالي ان ممكن يكون البيشنت مش حابب اكتيفيتي معين، فلازم ما اجبروش ان هو ياخد اكتيفيتي الاكتيفيتي دوت، واحاول ان انا الاقي له اكتيفيتي يكون مناسب ليه وبيحبه وفي نفس الوقت يكون سهل عليه. بعد كده البيشنت فيزيكال كونديشن او سايكو موتور سكيل زي التريمور، لازم اخد في اعتباري الفيزيكال كونديشن للمريض دوت. زي المريض اللي عنده تريمور عمري ما اديله اكتيفيتي بيعتمد على استخدامه ايده زي مثلا الدروينج، ولكن اديله اكتيفيتي يكون بسيط وسهل ومناسب للفيزيكال كونديشن بتاعته زي الووكينج او الريدنج. السايكاتريك ديسابيليتي ساش اس الليك اوف الاتنشن اند الليك اوف الكونسنتريشن، زي ما قلنا مريض المانيا بيكون عنده مشكله في الاتنشن بتاعه، كذلك الطفل اللي عنده فرط حركي بيكون عنده مشكله في الاتنشن والكونسنتريشن، فلازم اوظف له اكتيفيتي يكون مناسب للليفل اوف الاتنشن والكونسنتريشن بتاعه. البيشنت ابيليتي اند كاباسيتي تو كومبليت التاسك، لازم يكون البيشنت عنده قدره ان هو يكمل الاكتيفيتي او يكمل التاسك ديت، فلازم اخد النقطه دي في اعتباري. ممكن يكون البيشنت ما عندوش فيزيكال ابيليتي ان هو يعمل اي اكتيفيتي، فلازم اخد في اعتباري الابيليتي بتاعه البيشنت، او كذلك برضو ممكن يكون حاسس ان الاكتيفيتي تقيل عليه فاحاول اشوف اكتيفيتي تاني بسيط وسهل على البيشنت. البريفيوس هابت ممكن كمان البيشنت لو هو محجوز في المستشفى ممكن يكون كان ليه اي اكتيفيتي تاني معتاد عليه ان هو يعمله قبل ما يدخل المستشفى، فممكن اشوف اي نوع من انواع الاكتيفيتي اللي هو كان معتمد عليها قبل كده، بل بالعكس لو وظفت له اي نوع من انواع الاكتيفيتي اللي هو كان معتمد عليها قبل كده هتكون سهله بالنسبه له جدا، وبالعكس ممكن يبقى شخص بيرفكت فيها جدا.
اتكلمنا عن انواع كتير من الاكتيفيتي ثيرابي، قلنا اهم نوعين منهم او اللي احنا شرحناهم بالتفصيل هو الاوكيبيشنال ثيرابي والريكريشنال ثيرابي. اوكيبيشنال ثيرابي مين معناها؟ يعني علاج وظيفي. ريكريشنال يعني علاج ترفيهي. خدنا في كل نوع من الاثنين، خدنا يعني ايه ديفينيشن بتاع الاوكيبيشنال او الريكريشنال، خدنا الايم او الاهميه بتاعه كل نوع منهم، كمان خدنا اكزامبل على كل نوع من دول. بالنسبه للاوكيبيشنال ثيرابي قلنا ان هو ابلكيشن لجول اورينتد اكتيفيتي، بيكون ليه بيربوس، بستخدمه الاكتيفيتي دوت في الاسسمنت والتريتمنت بالنسبه للبيشنت. بستخدمه لاي بيشنت عنده سايكاتريك ديسابيليتي؟ لا، بستخدمه البيشنت سواء كان عنده سايكاتريك ديسابيليتي او سايكولوجيكال ديسابيليتي والفيزيكال ديسابيليتي والديفلوبمنتال ديسابيليتي. يبقى الاوكيبيشنال ثيرابي بيستخدم للبيشنت اللي عنده ديسابيليتي سواء كانت اي نوع من الانواع الثلاثه اللي احنا قلنا عليهم. بالنسبه للريكريشنال ثيرابي كديفينيشن هو بلاند اكتيفيتي بروجرام، بيساعد البيشنت على ان هو يقدر يعبر عن نفسه، بيقدر يعبر عن الطاقه اللي جواه، ويستخدم وقت الفراغ بطريقه كونستراكتيف، اي طريقه بناءه ومفيده، بيتحقق عن طريق سوشيال جروب اكتيفيتيز. كمثال للاوكيبيشنال ثيرابي قلنا زي الاكتيفيتي اوف ديلي ليفنج، والريكريشنال ثيرابي قلنا زي اي الحاجات الترفيهيه زي الرياضه، زي السويمنج، زي الريدنج، زي الدروينج او البينتينج. انا عملت لكم هنا بالنسبه للايم او البيربوز او الامبورتنس بتاع الاثنين، في حاجات مشتركه ما بين الاوكيبيشنال ثيرابي والريكريشنال ثيرابي كاهميه، ولكن في حاجات مميزه لكل نوع منهم. بالنسبه للحاجات المشتركه، يعني اما يجي مثلا سؤال ايم او بيربوز او امبورتنس للريكريشنال ثيرابي او الاوكيبيشنال ثيرابي، في حاجات مشتركه ما بين الاثنين. ايه هي الحاجات المشتركه ديت؟ اول حاجه امبروف البيشنت سوشيالايزيشن اند كوميونيكيشن، اتحسن الكوميونيكيشن والسوشيالايزيشن بتاع البيشنت. ده بيحصل نتيجه لان البيشنت كان سواء كان مريض سكيزوفرينيا تلاقيه مشغول بالاعراض، مش بيتعامل مع حد حواليه، فاما اجي اوظف البيشنت ده في اكتيفيتي هيقدر ان هو يتعامل مع غيره من البيشنت، مع زمايله، مع اي حد من الاستاف، فبالتالي هيتحسن عنده السوشيالايزيشن والكوميونيكيشن. ثاني حاجه امبروف السيلف استيم اند سيلف كونفيدنس، يزود السيلف استيم عند البيشنت وهيحس ان هو ثقته بنفسه زايده. ليه؟ لان البيشنت كان دايما بطبيعته مش بيعمل حاجه، حاسس ان هو السيلف استيم بتاعه قليل، فبالتالي اما البيشنت يكون عنده حاجه يقدر يعملها كل يوم، اكتيفيتيز بسيطه زي الاكتيفيتي اوف ديلي ليفنج، هتحسن السيلف استيم عنده وكمان هتزود له السيلف كونفيدنس. ثالث حاجه كيب البيشنت رياليتي اورينتد، معناها ان البيشنت بعمل له كونفرجن من الاتنشن تجاه نفسه تجاه الاخرين او تجاه العالم المحيط بيه. ده نتيجة لان البيشنت انا سحبته من العزلة اللي كان قاعد فيها او من الانشغال بالاكتيفيتي، سواء كان مريض مانيا انشغاله بالاوفر اكتيف اكتيفيتي اللي هو بيعمله، او مريض سكيزوفرينيا سواء كان مشغول بالهالوسينيشن او الديليوشن. انا سحبت البيشنت من العالم اللي هو عايش فيه دوت ووظفته في اكتيفيتي هيخليه ان هو يقدر يكون رياليتي اورينتد بالنسبه للعالم اللي حواليه. دي الحاجات المشتركه ما بين الاوكيبيشنال والريكريشنال. طيب اما يجي يقول لي الايم بتاع الاوكيبيشنال ثيرابي، هحط الثلاث حاجات دول بالاضافه لحاجات ثانيه مميزه للاوكيبيشنال ثيرابي زي ايه؟ مينتين نورمال هابت فورك طبيعي، قلنا الحاجات الوظيفيه من معناها الاوكيبيشنال ثيرابي يعني علاج وظيفي، يعني البيشنت ما كانش بيعمل الاكتيفيتي اوف ديلي ليفنج بقى عنده يقدر يعملها من خلال الاوكيبيشنال ثيرابي، بقى عنده وظيفه اساسيه علمته صنعه زي الليزر وورك زي الجاردنينج، فبالتالي بقى عنده هابيت اوف وورك. تاني حاجه اقدر اضيفها تيتش البيشنت نيو سكيل، هيتعلم نيو سكيل زي مثلا الاكتيفيتي اوف ديلي ليفنج ما كانش بيقدر ان هو يعتمد على نفسه في الاكل والشرب وهكذا، فبالتالي انا علمته الاكتيفيتي اوف ديلي ليفنج بقى عنده نيو سكيل يقدر يعملها. ده بالنسبه للاوكيبيشنال ثيرابي. بالنسبه للريكريشنال ثيرابي من اسمها حاجه ترفيهيه، اما يجي ايم او بيربوس او امبورتنس للريكريشنال ثيرابي هحط الثلاث حاجات دول بالاضافه الى الحاجات الثانيه اللي هي مميزه للريكريشنال ثيرابي، وهي احنا بطبيعه كده ريكريشنال يعني حاجه ترفيهيه، هو اسير عليه زي الرياضه، زي السويمنج، زي الريدنج، فحاجات خاصه بالحاجات الريكريشنال. زي ايه؟ زي امبروف الابيتات والسليب. بطبيعه الشخص لما يعمل رياضه كتير او حركه كتير فبتحسن الابيتات عنده، بتحسن السليب كمان، انكريز المسل تون اند امبروف سيركيليشن، بتحسن التون بتاع المسل وبتحسن الدوره الدمويه نتيجه لاي سبورت او اي حركه بيعملها الشخص. فوستر بيشنت كوبريشن، ده بيحصل نتيجه لان البيشنت ممكن يشترك مع غيره او زملائه من المرضى في اي جروب اكتيفيتي عن طريق رياضه زي سويمنج او الريدنج. بعد كده هننتقل للكاركترستيك اوف الاكتيفيتي ثيرابي اكوردنج تو بيشنت بيهافير باترن، ازاي اختار الاكتيفيتي وفي نفس الوقت يكون مناسب للباترن اوف بيهافير للبيشنت. اتكلمنا على اربعه بيشنت، الاوفر اكتيف بيشنت والهالوسينيتنج بيشنت والبارانويد بيشنت والديبريست. بالنسبه للاوفر اكتيف بيشنت قلنا مثال عليه زي مريض المانيا،
ازاي اختار اكتيفيتي يكون مناسب للاوفر اكتيف بيشنت. اول حاجه ان الاكتيفيتي يخلي البيشنت بيزي معظم الوقت وفي نفس الوقت ما يجهدش البيشنت، لان بطبيعه مريض المانيا بيكون اوفر اكتيف او هايبر اكتيف، بينتقل من اكتيفيتي للتاني. فانا اوظف الطاقه اللي عنده ديت في اكتيفيتي مفيد، وفي نفس الوقت ما اخليش الاكتيفيتي يجهد البيشنت. تاني حاجه ان هو شودنت بي مونوتونس، ما يكونش حاجه رتيبه او حاجه ثابته، ولكن المفروض ان هو يكون تشينجد فريكوينتلي، حاجه متغيره، لان بطبيعه برده مريض المانيا ان هو بيحب ينتقل من فكره لفكره ومن اكتيفيتي لاخر. تالت حاجه المميزه للاكتيفيتي الخاص بمريض الاوفر اكتيف او مريض المانيا ان الاكتيفيتي بيتطلب ليتل كونسنتريشن، لان مريض المانيا بيكون معظم الوقت ايزلي ديستراكتد، مش مركز في اي كلام بقوله له او اي كلام بيسمعه، فادي له اكتيفيتي بيتطلب اتنشن او كونسنتريشن بسيط. تاني حاجه الهالوسينيتنج بيشنت، مريض اللي عنده هالوسينيشن الاكتيفيتي بتاعته المفروض انها تكون حاجه اتراكتيف لدرجه انها تقدر تشد البيشنت من الهلاوس اللي هو عايش فيها، فالاكتيفيتي يتميز ان هو يكون اتراكتيف وان هو يقدر يعمل لي درول الاتنشن والكونسنتريشن بتاع البيشنت. تالت حاجه اتكلمنا عليها مريض البارانويا، برضو قلنا مريض البارانويا لازم الاكتيفيتي بتاعه يكون يهدي له احساس بسنس اوف ريسبونسابيلتي، لازم يحس بالمسؤوليه، لان بطبيعه مريض البارانويا انا لو اديت له اكتيفيتي هيحس بسنس اوف ريسبونسابيلتي، سيلف استيم عنده هيزيد، وفي نفس الوقت هيقدر يعمل الاكتيفيتي دوت بطريقه افضل حتى من مريض المانيا ومريض الدبريشن. كمان بالنسبه لمريض البارانويا الاكتيفيتي بتاعه المفروض ان هو يزود له السيلف استيم، يكون يعمل لي ريز للسيلف استيم عند نوت تشالنجينج البيشنت، يعني البيشنت يحس ان الاكتيفيتي اللي هو بيعمله بيزود من السيلف استيم بتاعه. ما ينفعش ان انا ادي له اكتيفيتي متدني، لان البيشنت اللي عنده بارانويا بيبقى عنده بيرسيكيوجن، ممكن يشك ان انا عايزه اقتله او عايزه اتخلص منه لو حس ان انا عايز ادي له اكتيفيتي متدني او مش قادر يحققه. كمان ان انا اعمل نوت تشالنجينج للبيشنت، لان انا لو اتحديت مريض البارانويا ممكن ان هو يبقى اجريسيف تجاهي. بالنسبه لمريض البارانويا لازم برضو الاكتيفيتي يكون على قد الابيليتي والكاباسيتي بتاع البيشنت. اخر حاجه بالنسبه لمريض الدبريشن، مريض الدبريشن ليه كرايتيريا للاكتيفيتي بتاعه برضو ان هو يكون سيمبل، لان مريض الدبريشن بطبيعته بيكون عنده مفيش موتيفيشن، بيكون هايبو اكتيف، فانا اديله اكتيفيتي يكون سيمبل بسيط بحيث ان هو يقدر يتجاوب معايا ويعمل الاكتيفيتي. كمان ان هو يحتاج شورت اتنشن او تركيز قليل، لان مريض الدبريشن بيبقى التركيز بتاعه ضعيف جدا، فبالتالي انا لما احط له اكتيفيتي لازم اخلي بالي ان الاكتيفيتي ما تطلبش اتنشن عالي من البيشنت. بالنسبه للكوتشن اللي موجود على محاضره الاكتيفيتي ثيرابي، هنتكلم على ليست كوتشن وام اس كيو وترو فولس. بالنسبه للليست كويشن الموجوده على محاضره الاكتيفيتي ثيرابي، ممكن يجي ديفينيشن اوف الاكتيفيتي ثيرابي فاكتور كونسيدر وين تشوزينج او سيلكتنج الاكتيفيتي ثيرابي، الامبورتنس اوف اوكيبيشنال ثيرابي، او البينفيت اوف ريكريشنال ثيرابي. نوع تاني من الاسئله الموجوده على محاضره الاكتيفيتي ثيرابي المالتيبل تشويس كويشن. السؤال الاولاني بيقول which of the following are not a characteristics of manic patient activities، اي من الاختيارات الاتيه ليس من مميزات الاكتيفيتي الخاصه بمريض المانيا. الاختيار الاولاني activity must make him busy at all time، ديت صح، لان المريض المانيا بطبيعته بيكون متحرك وبيكون هايبر اكتيف، فلازم ان انا اشغل وقته باكتيفيتي. الاختيار الثاني activity must require little concentration، دايما بيكون مشتت الانتباه وتركيزه قليل، فلازم الاكتيفيتي يكون متطلب لاتنشن او كونسنتريشن قليل. الاكتيفيتي shouldn't exhaust the patient، صح برضو، لان مش معنى ان البيشنت اشغل معظم وقته في الاكتيفيتي ان دوت اخليه يكون مجهد لي او كده، فبالتالي اخلي بالي دايما ان الاكتيفيتي ما يكونش مجهد للبيشنت. الاختيار اللي بعد كده الاكتيفيتي شود بي روتينلي اند ريبيتيتيف، معناها ان الاكتيفيتي يكون حاجه روتينيه او حاجه متكرره. لا، احنا قلنا ككرايتيريا للمانج بيشنت ان هو الاكتيفيتي لازم يكون تشينجد فريكوينتلي، وفي نفس الوقت شودنت بي مونوتونس، يعني ما يكونش حاجه رتيبه او حاجه ثابته، لازم اغير في الاكتيفيتي. هيبقى الاختيار بتاعنا هنا الصح هو الاكتيفيتي شود بي روتينلي اند ريبيتيتيف، ديت مش من ضمن الكرايتيريا الخاصه بالاكتيفيتي اوف مانج بيشنت. سؤال تاني من MCQ when selecting the activity of the depressed patient it should be، اما اجي اختار activity لمريض depression الاكتيفيتي لازم يتميز بيه. need much time to achieve it، طبعا ديت غلط، لان الاكتيفيتي لازم ان هو يتطلب short time، لان مريض depression بيكون عنده little energy ويبقى ما بيكونش عنده motivation ان هو يعمل اي activity، فلازم الاكتيفيتي اللي هحطه له يكون متطلب
وقت قليل. require little attention ديت صح، لان مريض الدبريشن بيكون عنده مشكله في الاتنشن والكونسنتريشن، فلازم ان انا اخلي بالي ان الاكتيفيتي لازم يكون متطلب little attention. hard طبعا ما ينفعش ان هو يكون hard، لان مريض الدبريشن ما بيكونش عنده motivation او اي دافع ان هو يعمل اي اكتيفيتي او اي حاجه، فلازم يكون الاكتيفيتي بتاعه simple عشان يقدر يقوم بيه. رابع حاجه exceed the patient ability and capacity to complete it، قلنا ان اي اكتيفيتي سواء كان مريض ديبريشن او مريض مانيا او مريض هالوسينيشن لازم يكون على قد الابيليتي والكاباسيتي بتاع البيشنت ان هو يقدر يقوم بيه. يبقى الاختيار الصح بتاعنا هنا هو require little attention، ديت اكتر حاجه مناسبه او هي الصح بالنسبه للكرايتيريا الخاصه بالاكتيفيتي لمريض الديبريشن. السؤال الثالث في المالتيبل تشويس، all of the following are true for paranoid patient activity therapy except، كل ما يلي بيكون من خصائص البارانويد بيشنت اكتيفيتي فيما عدا. اول اختيار بيكون with البيشنت ability، ديت صح لان لازم يكون الاكتيفيتي على قد قدره واستطاعه البيشنت، وفي نفس الوقت ما ينفعش ان انا اديله اكتيفيتي اعلى من قدرته، لان مريض البارانويا بيكون عنده بيرسيكيوجن فبيشك في الناس اللي حواليه، ممكن يقول لك دول عايزين يؤذوني او يتخلصوا مني. تاني اختيار ريز السيلف استيم اند تشالنجينج البيشنت، هي ريز السيلف استيم صح، لان مريض البارانويا بيكون عنده سيلف استيم عالي، وبالتالي اما اجي اديله اكتيفيتي ما ينفعش ان انا اديله اكتيفيتي متدني، وكمان ما ينفعش ان انا اتحدى البيشنت. يبقى الاختيار دوت نصه صح ونصه غلط، اللي هو ريز السيلف استيم دي صح، تشالنجينج البيشنت غلط. المفروض ان انا اعمل نوت تشالنجينج للبيشنت، لان لو اتحديت البيشنت ممكن يعمل اجريشن و اكسايتمنت تجاهي. اختيار الثالث جيف البيشنت سنس اوف ريسبونسابيلتي، ان انت تحسسي البيشنت بالمسؤوليه، ده صح لان مريض البارانويا بيكون عنده سيلف استيم عالي، فبالتالي انا لما اجي اديله اكتيفيتي يحس فيها بالريسبونسابيلتي هيزود له السيلف استيم، هيقدر يعمل الاكتيفيتي كويس جدا، وبالعكس ممكن ان هو يحققه بشكل كويس جدا عن مريض الدبريشن ومريض المانيا. اخر اختيار it should be done in the form of program that has definite time and curative end، ان الاكتيفيتي يتم عن طريق برنامج يكون ليه وقت محدد ونهايه محدده، ده صح مش شرط بس المريض البارانويا، كل انواع الاكتيفيتي ثيرابي المفروض انها تتعمل على شكل بروجرام ليها ديفينت تايم وكيوراتيف اند. يبقى كل الخصائص اللي احنا قلناها دي صح بالنسبه لمريض البارانويا ما عدا ريز السيلف استيم اند تشالنجينج البيشنت، لان هي المفروض نوت تشالنجينج البيشنت. ننتقل بعد كده للترو فولس كويتشن. اول سؤال ريكريشنال ثيرابي سيك تو ريديوس الدبريشن وستريس في الانكزايتي اند كونفيدنس ان ذير كلاينت، الاجابه هنا هتبقى فولس، لان ريكريشنال ثيرابي فعلا بيقلل الدبريشن والستريس والانكزايتي، ولكن بيعمل انكريز للكونفيدنس، يبقى الخطا هنا في ان هي بيعمل ديكريز للكونفيدنس. السؤال الثاني اكتيفيتي ثيرابي كونفيرت البيشنت اتنشن توورد هيم سيلف، الاجابه هنا تبقى فولس، لان كل انواع الاكتيفيتي ثيرابي بتخلي البيشنت رياليتي اورينتد. يعني ايه رياليتي اورينتد؟ ان هي بتعمل له كونفرجن من الاتنشن تجاه نفسه ل توورد اذر ثينجز، فهو هنا عملت له كونفرت الاتنشن توورد هيم سيلف، هنا الخطا في الجمله. السؤال الثالث فيه true false الاكتيفيتي اوف اوفر اكتيف بيشنت شود بي مونوتونس، يعني الاكتيفيتي بتاع البيشنت الاوفر اكتيف المفروض ان هو يكون رتيب، الجمله دي هتبقى فولس لان هو المفروض شودنت بي مونوتونس ويكون تشينجد فريكوينتلي. السؤال الرابع اكتيفيتي اوف هالوسينيتنج بيشنت شود بي اتراكتيف، الاجابه هتبقى ترو، لان الهالوسينيشن حاجه قويه جدا انها تمنع البيشنت ان هو يبقى انتراكتد مع الناس المحيطه بيه، فبالتالي ان انا لازم لما اجي اختار له اكتيفيتي لازم يكون اتراكتيف جذاب جدا ان هو يقدر يشد البيشنت او يجذبه من عالم الهالوسينيشن للرياليتي اللي هو المفروض يكون عايش فيه. بكده نكون انتهينا من الاسئله اللي احنا عملناها على محاضره الاكتيفيتي ثيرابي. ان شاء الله لو في تساؤل على اي سؤال نبقى مع بعض على جروب الواتس ان شاء الله لو في اي استفسار. شكرا جزيلا.